نحن لم قلت وأعيد أن هذه قانونية. القضايا نحن لا نعلم خباياها جيدا، لأنه فيها سرية تحقيق. ممكن جدا تكون تمت مراسلة رئيس المحكمة العليا الذي بدوره أمر بإجراء تحقيق لشخص محمد لوكار، حتى وإن تم رفع الحصانة عليه وكان محافظ بنك الجزائر سابقا، ولكن إذا كانت هناك جناية خطيرة يعاقب عليها القانون وتمس بالمال العام للدولة، نحن نعلم بأن الوزارة الحالية هي وزارة تصريف أعمال، يعني ما هوش وزير تاع اللي يتكلف ويتصرف بصفة إرادية، راه وزارة تصريف أعمال يعني في الأمور المستعجلة فقط.